الرسالة بتاعتي بتتكلم عن حقوق المرأة في العصر الحديث. طبعاً أنا اتكلمت عن المرأة المصرية، مش معقول أبقى بحضر رسالة وما اتكلمش عن بنت بلدي، حتى لو كانت الرسالة دي بتناقش في جامعة كاليفورنيا. طب دكتورة فكرية، بعيداً عن رسالة الدكتورة، إيه رأيك في المرأة المصرية؟ خايفة أقول رأيي أحسن بعدين تزعل مني المرأة المصرية. هي جميلة، ذكية، لكن المرأة المصرية، أو بمعنى أصح الزوجة المصرية، لسه عايشة في عصر الحريم، عصر السيد. المرأة متخيلة إن كل دورها الأساسي في الحياة إن هي تدخل المطبخ وتحضر الأكل لجوزها، إيمانا منها بالشعار اللي بيقول أقصر طريق لقلب الرجل معدته. بس دكتورة فكرية، المرأة دلوقتي بتشتغل في كل مكان وتولت أعلى المناصب، ومع ذلك لسه برضو عايشة في عصر الحريم. والغريب إنها بتنادي بالمساواة لكن ما بتمارسهاش. في النهاية بشكر الدكتورة فكرية مرسية على هذا اللقاء، وإلى اللقاء سيدتي وسادتي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. شايف بنتك وأفكارها المهببة يا مرسي؟ مش أنت اللي شجعتيها تسافر أمريكا وتعمل الدكتوراه هناك؟ ما أنا ما كنتش موافق. ما كنتش فاهمة إنها هترجع لي بالطريقة دهيت. ما هي طول عمرها أفكارها بالشكل ده يا حاجة. قالت تقول لي عصر الحريم وسي السيد، شو بقى مين هيرضى يتجوزها؟ ده إذا كانت هي أصلاً عندها استعداد للجواز. شفت الدكتورة فكرية امبارح في التلفزيون؟ شفتها يا دكتورة هناء. ايه ده؟ ايه الكلام اللي قالته ده؟ من زميلتك يا دكتور سمير وزميلتك يا دكتورة هناء، وكنتوا ببعثة واحدة مع بعض؟ ايوه دكتور رأفت، بس انا والدكتور سمير كنا معاه في امريكا صحيح، بس ما رجعناش بالافكار دي. انا اعرف الدكتورة فكرية من قبل ما نروح البعثة، طول عمرها افكارها كده. بس مش للدرجة دي، دي عايزة الستات يبقوا رجالة. المهم ما تدخلش الافكار دي في دماغ الطلبة بتوعنا يا دكتورة سهير. إذا كانت قالتها امبارح على شاشة التلفزيون، مش هتقولها للطلبة في المحاضرة؟ يعني هم الطلبة ما شافوهاش امبارح في التلفزيون؟ أنا عندي محاضرة سنة ثالثة، عن إذنكم. وهي المحاضرة اللي بعدك، ربنا يستر. أنا لازم أطلب نقلي فورا من كلية الآداب، دي هتسمم أفكار الطلبة بتوعي. جرايه يا دكتورة سهير؟ عايزة تتنقلي من كلية الآداب تروحي كلية إيه؟ كلية الطب؟ أهلا. أهلا وسهلا. الكلام اللي قلتيه امبارح في التلفزيون يا دكتوره فكريه ده؟ ياه، احنا هنقعد نقول مناقشه كل يوم؟ كل واحد وليه افكاره. ايوه، بس احنا هنا بنتناقش في الكليه في اوضه الاساتذه، لكن انت نشرتيها امبارح على الدنيا كلها. والله يا دكتوره سهير دي افكاري وانا حره فيها، ولما يبقى التلفزيون يستدعيكم عشان تقولوا افكاركم بقولوها. عن اذنكم عندي محاضره. المحاضرة بتاعتها بعد محاضرة الدكتور سمير، يعني لسه بدري. هربت من المناقشة. غريبة قوي الست دي. يا ماما، ايه بقى، الاكل جاهز ولا لسه؟ الساعة بقت 12 وتلت، انا مت من الجوع. خلاص 12 وتلت، هو ده ميعاد غدا دهوت. ما انت عارفة بقى يا ماما ان انا اتعودت على كده في امريكا. خلاص يا ستي خلاص، قطعوا اليوم اللي وافقت فيه انك تروحي امريكا. لا بقى، ما قطعش اليوم اللي رحت فيه امريكا ولا حاجه، بالعكس يحيى اليوم اللي وافقت فيه اروح امريكا. اتفضل الاكل جاهز، اتفضل اتغدى. مش عارفه بس والله يا ماما، انت ليه هلكه نفسك في المطبخ وبتعملي ده كله؟ حقيقي صعبان عليا. ما يصعبش عليك يا غالي. وصعبان عليك ليه بقى؟ هتتغدى ازاي انت وبابا؟ يا سلام، يعني ما اقدرش اكل انا وبابا الا اذا وقفت بالثلاث اربع ساعات في المطبخ وتعبتي. ما هو لو في طباخين في البلد كنت جبت طباخ. حتى لو جبت عندي طباخ لازم اعرف اشرف عليه. طباخين ايه وبتوع ايه يا ماما؟ ما الاكل الجاهز، مالي السوق؟ جاهز؟ امشي بيت من قدامي، امشي روحي كلي. طيب يا ابتسام. ابتسام في عينك. Thank you.
الا ما عرفتوش يا جماعه دكتور مأمون عامل الحفله دي بمناسبه ايه؟ انا شخصيا لما ابقى معزومه في حفله كبيره زي دي ما احبش اسال على المناسبه ليه؟ ليه اسال؟ طالما هتعشى عشوة حلوة واقعد مع ناس لطاف. هو بعدين الدكتور مأمون عميد الكلية بتاعتنا، من حقه يعزمنا زي ما هو عايز ويعمل حفلات زي ما هو عايز. جرى يا دكتور سمير، ما تنسى حكاية المناسبة دي بقى. ما كانتش كلمة قلتها يا ستي. أهلا 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 يا جماعة، أهلا بيكم، منورين. أهلا يا دكتور سمير. أهلا ده نورك يا دكتور مأمون، الحفلة حلوة قوي. إلا أقول لي الحفلة دي بمناسبة ولا ولا مناسبة ولا حاجة؟ اتفضل اتفضل. ابن أخويا الدكتور سلطان أبو العز راجع من بره ومعاه دكتوراه قد كده، دكتوراه كبيرة قوي، عينوه في كلية العلوم. تفتكروا أنا أخلي كلية العلوم تعمل له حفلة قبل أنا ما أعمل له حفلة؟ لا طبعا، كلية الآداب الأول بعدين العلوم. أمال فين الدكتور سلطان؟ الدكتور سلطان معاده يجي الساعة 9 ودلوقتي 9 إلا 5. اهلا دكتور. اهلا فكريه جت اهي. اهلا يا دكتوره فكريه، اهلا بيك. اهلا دكتور محمود. اهلا وسهلا. اهلا دكتور سمير. يا جماعه اعتبروا نفسكم في بيتكم بالظبط، ارفعوا التكليف يعني، رحبوا بالضيوف وما تعملوش تكتل لاساتذه كليه الاداب وتقعدوا في ركن واحد كده. ها لا طبعا. تعرفي يا دكتوره فكريه، حديثك في التلفزيون الاسبوع اللي فات عمل ضجه كبيره جدا في الجامعه. يعمل، ولسه كمان بكره في انترفيو. ربنا يستر على اللي هتقوليه بكره. اشوف مين يا ابني بسرعه. اهلا 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 دكتور سلطان. لا انت. مساء الخير جميعا. مساء الخير. اتفضل اتفضل. متأخر دقيقة ونص يا دوب على ما ضربت الجرس. أنا معرفك بأساتذة كليتي. إيه ده، ما عزمتش حد من كلية العلوم؟ زمانهم جايين، ما تقلقش يا سيدي، في السكة في السكة. دكتورة هناء، دكتورة سهير، دكتور سمير. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. ودي بقى أحدث دكتورة عندنا، دكتورة فكرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا ده أنا لسه متفرج على حضرتك في التلفزيون قريب. تلفزيون؟ أنت لحقت تتفرج على التلفزيون؟ أنت راجع بقالك يومين. ما هو أنا فعلا اتفرجت عليها بعد ما رجعت بيومين بالظبط. طب وإيه رأيك بقى في الكلام اللي قالته يا دكتور سلطان؟ كلام سليم، كلام مظبوط 100%. متشكرة قوي. بقى أنت يا دكتور سلطان موافق إن الست تبقى زي الراجل في كل الحقوق وكل الواجبات؟ بالتأكيد. أنا لو أعرف تليفونك يا دكتورة أنا كنت كلمتك بعد ما خلص البرنامج على طول. أخيرا لقيت حد يقف جنبي. أرجوك يا دكتور سلطان قول لهم أحسن بيهاجموني من ساعة ما جيت. لا يقول لهم ولا يعد لهم يا ستي، انتوا هتتنقروا الصبح في الكلية وهتتنقروا بالليل هنا كمان. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا اتفضلوا، رحبوا بالضيوف واعتبروا البيت بيتكم تماما. أحسن مرة. فرصة سعيدة أوي. شكرا، أنا أسعد. لكن قول يا دكتور سلطان، صحيح حضرتك موافق على آرائي؟ طبعا، مش كده وبس، أنا عاوز أقولك إني متطرف في آرائي أكتر منك كمان؟ أيوه، أنا بعتبر إن الراجل في العصر ده بقى هو اللي عايش في عصر الحريم أكتر من الست. تقدر تقول كده في التلفزيون؟ ماما، أنا خارج يا ماما. خارج بالروب يا سلطان؟ روب إيه يا ماما؟ ما انت هتحضري لي البدله الجديده والكرافته الجديده والقميص الجديد. اصلا انا عندي ميعاد في التلفزيون النهارده، هطلع في برنامج هيتذاع الساعه 9:30 و5. بس اوعى يكون برنامج ينططوك فيه الحبل، ولا تاكل 7 بيضات في بق واحد، ولا يلبسوك 7 بيضات فوق بعض. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ده برنامج علمي مستضيفاني فيه الدكتوره فكريه مرسي. وهتتكلموا كلام نفهمه؟ تفهميه؟ لكن توافقي عليه؟ ما اظنش. وحتى المرأة اللي ما بتشتغلش ممكن برضو تتطور مع العصر؟ أنا موافق جدا يا دكتورة فكرية على الرأي ده. والتطور ده هيحصل ازاي يا دكتور سلطان مادام ما بتشتغلش؟ مش مهم تشتغل في الحكومة أو في مؤسسة أو حتى في شركة قطاع خاص، ممكن تشتغل في البيت، مكنة تريكو، مكنة تطريز، مكنة عراوي،
ممكن كمان تعمل أباجورات من الكوبايات والفازات، وممكن كمان تبيع الحاجات دي وبكده تبقى بتكون دخل لنفسها. حتى لو كان الزوج بيقدر يصرف عليها؟ حتى لو كان الزوج بيقدر يصرف عليها. طب ليه؟ علشان إحساسها بذاتها كامرأة، وكل ما تجمع قرش إحساسها ده بيكبر وشخصيتها بتقوى. وصدقيني لو ده حصل فعلا نسبة الطلاق في البلد هتقل جدا. طب وده إيه علاقته بالطلاق؟ لأن الزوج لما يحس إن زوجته مش معتمدة عليه كليا معاملته ليها هتتغير. وكمان لأننا هنا في الشرق الزوج بيتعامل مع زوجته على أساس إنها ما تقدرش تستغنى عنه، ولو فقدته يبقى هتموت من الجوع. هو في الحقيقة ولو إني بختلف معاكم في كتير من الآراء، إنما أنا بتصور إن إن شاء الله في الحلقة الجاية من البرنامج بنعمل ندوة أكثر توسعاً نعرض فيها الرأي والرأي الآخر ونشوف حتكون النتيجة إيه. بشكركم جداً ومشاهدينا الأعزاء، في النهاية بشكركم وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة بإذن الله. لا لا، أنت كنت تاكل 7 بيضات في بق واحد أحسن، أحسن ما تقولي الكلام الفاضي ده. اتفضل. أنا متشكر قوي إنك دعيتيني للندوة دي. أنا المتشكرة جدا إنك لبيت الدعوة وقفت جنبي في كل آرائي. بس أنا لازم أردها بقى. إيه، هتعزمني على القناة التانية؟ لا، على قناة السويس. المكان هنا حلو قوي. ده مكان المفضل، كنت بجي حتى قبل ما أسافر أوروبا، لكن بعد ما رجعت لقيته اتطور قوي. على فكرة كل الكلام اللي قلته النهاردة في التلفزيون هايل. يا دكتورة فكرية، أنا بتكلم في قضية أنا مؤمن بيها جدا. تفتكر لما تروح بكرة الكلية هيهاجموك زملائك زي ما هاجموني أنا كمان في كليتي؟ لا، أنا عندي في الكلية ما بيهتموش غير بالأنابيب والسحاحات والأبخرة والأواني المستطرقة. يا بختك، أنا بقى مش هيسيبوني في حالي، أكيد هيهاجموني تاني. دكتورة فكرية، انت بتدافعي عن قضيه مؤمنه بيها، ما يهمكيش اي هجوم. كان نفسي تبقى معايا بكره في الكليه. ليه؟ عشان تدافع عني طبعا. مين عارف؟ اتفضلي. الحمد لله ان انا اتعلمت وخدت الدكتوراه، ولا كان زماني قاعده على مكنه الخياطه. الراجل ده كان مجنون ولا ايه؟ مجنون ليه يا دكتور شاهين؟ عشان بيقول الحقيقه؟ وإيه هي الحقيقة دي؟ الحقيقة يا دكتورة سهير، الرجل لما بيحس إن الست زيها زيه مفهوم العلاقة اللي بينهم بيتغير خالص. أنت اللي تقولي كده، يعني ست تقول الكلام ده تبقى مبلوعة شوية، إنما راجل يقولها يعني. يا دكتورة هناء، دول كانوا بيتكلموا وبيكملوا لبعض زي ما يكون راجل واحد اللي بيتكلم مش اتنين. وده يضايقك في إيه يا دكتور؟ لا أنتوا اتنين رجالة ولا أنتوا اتنين ستات. اهلا دكتور سلطان، كنا لسه في صورتك. بالخير طبعا. صباح الخير الاول. مش بالخير قوي، صباح النور. ها؟ عاملين معاكي ايه يا دكتوره فكريه؟ نصبن لها محكمه. الحقني يا دكتور سلطان، هيحكموا عليا بالاعدام. لا لا لا، ما تخافيش، المحامي وصل. رفعت الجلسه، ولا تزعلي، انا خلاص عندي محاضره. وانا كمان خديني معاكي يا دكتوره سهير. ايه ده؟ هتخرجوا وتسيبوني لوحدي؟ يبقى انا اللي هتحاكم معاكم. ولا يهمك. كويس ان انت طفشتهم. الثبات على المبدا احسن من وضع المبدا نفسه. انا خلصت محاضراتي، يلا بينا. على فين ان شاء الله؟ عزمك على الغدا. تفضل. الحكاية دي اتعلمتها وانا صغير قوي. والدي كان تاجر كبير قوي قوي في المنصورة، وكانت امي ست طيبة، مثال للزوجة الوفية المخلصة المستكينة. كانت بتعمل كل شغل البيت، تكنس، تمسح، تطبخ، ده كانت حتى بتكوي الهدوم في البيت. هو كان غني؟ طبعا، وياما قال لها اجيب لك شغالين، اجيب لك غساله بالكهرباء، كانت ترفض، وفجاه اتجوز عليها. اوه نو، بقى بعد ده كله يتجوز عليها؟ طب ليه؟ مره غلطت
وعملت مكياج ولبست شيك. دخل من بره شافها ما عرفهاش، قال لها بس انا عاوزك كده على طول، بطلي شغل البيت ودايما تعملي مكياج وتلبسي شيك. هي رفضت تعمل الحكايه دي او تكررها تاني. يوم يتجوز عليها؟ سالته قال لي يا ابني انا عاوز ست شيك اخرج بيها افتخر بيها، امك اتحولت لشغاله. طب وهي ليه ما طلبتش الطلاق؟ ما هو ده اللي انا كنت بتكلم معاك فيه في التلفزيون امبارح. امي لو كانت طلبت الطلاق كانت هبت في الشارع. مات؟ ايه ده؟ ايه اللي هتعمليه ده؟ ايه؟ عزمك على الغدا. انا مش قايله لك كده قبل ما نيجي؟ وانت صدقت اني وافقت؟ ايوه صدقت. انا ما بقولش حاجه الا لما اكون مؤمنه بيها. ده مش رايك فيا؟ انا قلقانه قوي على فكريه يا مرسي. تقلقي عليها ليه يا ابتسام؟ يا فكريه عيله صغيره تلاقيها اتغدت في الكليه. انا مش بتكلم عن تاخيرها دلوقتي، انا قلقانه على احوالها عموما. احوالها؟ مالها احوالها؟ مين بقى اللي هيرضى يتجوزها؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ابتسام؟ هي بنتك وحشه ولا لا سمح الله؟ انا ما بتكلمش عن وحشتها وعلى حلاوتها، انا بتكلم على الافكار المهببه اللي رجعالي بيها من بره، مساواه ست بالراجل، عصص السيد انتهى، مش عارف ايه، مين الراجل اللي هيقبل يتجوزها تبقى راسها براسه؟ يا ابتسام يا ابتسام، الجواز اسمه ونصيب. اسمه ونصيب ما قلناش حاجه، بس دي اللي هتلاقي اسمتها وانا نصيبها، دي عماله بتعزيها افكارها في كل حته حتى في التلفزيون. على رأيي ده حتى اللي ما يعرفهاش شخصيا هيعرف آرائها دي. لو ايه؟ عايز تغدى الساعة 12 وتتعشى الساعة 7 ولا بيهمها كوافير ولا لبس ولا أي حاجة. بنتك ما بقتش صغيرة يا مرسي. ما تقلقيش عليها يا ابتسام، ما تقلقيش، قول يا رب. ونعم بالله ونعم بالله. هو أنا ليا حد غيره؟ وعلى ايه؟ ما هو بدري. بدري على ايه يا ست ماما؟ قاعده مستنياك وميتة من الجوع وبعدين تقول لي بدري على ايه؟ طب وحضرتك ما اتغديتيش ليه؟ لو انا ما قلتلكش، مش انا ليا ابن اسمه الدكتور سلطان وقاعدين انا وهو ببيت واحد، والمفروض انه يروح الكلية اللي بيشتغل استاذ فيها ويرجع البيت يتغدى معايا مع امه. يا ماما انا مواعيدي مختلفة، محاضراتي بتتغير كل يوم والتاني، وبصراحة بقى انت عارفة انا ما بحبش اكل في البيت. امال تحب تاكل فين؟ في المطاعم؟ هي المطاعم اتعملت ليه امال؟ اللي مالهمش بيوت. بصراحة يا ماما حضرتك لازم تتعودي ان مش هقدر اكل معاكي على السفره كتير، لاني مثلا بحب اخد اللانش بتاعي الساعه 12، اخد الدينار الساعه 7، يعني خلاص خلاص. انا كنت فاكره انه هيحصل فرق بين وجودك في اوروبا وقعدتي هنا لوحدي وبين وجودك في مصر وقعدك معايا ببيت واحد. طب فكي فكي بقى التكشيره دي وفرفشي شويه. أنا مش عارفة مين اللي حترضى تتجوزك وتستحمل طريقتك دي. والله اللي تستحمل أهلا وسهلا، اللي ما تستحملش مع السلامة، على الأقل تبقى وفرت. وبالمناسبة ما فكرتش تتجوز؟ ده إذا لقيت واحدة ترضى تتجوزك في عيشتك دي. والله من ناحية إني فكرت فأنا فعلا فكرت، ومن ناحية الوحدة اللي هتستحملني في عيشتي دي بيتهيألي لقيتها. طب ما تنساش أول ما تتقدم لها تسيبني معاها نص ساعة. ليه؟ خير؟ عشان أوعيها وأنبهها في اللي هتعمله في نفسها لما تتجوزك. هقول لها ملوش مواعيد، ما بيحبش يقعد في البيت، ما بيودش أهله،
وبقى قابلني بقى بعد كده اذا رضيت تتجوزك. بيتهيألي هقابلك لانها هتتجوزني. دكتور سلطان. اهلا دكتورة فكرية. اهلا دكتور سلطان. تفضلي ما حضرنا الترابيزة هناك. اوكي. الحقيقة دكتور سلطان انا كنت طلبت قبلك هنا عشان عايزك في موضوع يمكن يكون غريب شوية. تصوري حضرتك قبل ما تكلميني بدقيقة كنت هطلبك في التليفون. تفضلي. علشان انا كمان عاوز اكلمك في موضوع. القلوب عند بعضها. اتفضل اتكلم. لا اتفضلي قولي الموضوع بتاعك انت الاول ما دام موضوع غريب. اصل الموضوع بتاعي انا مش غريب. اوكي هبتدي انا الاول. دكتور سلطان تتجوزني؟ قبل ما اجاوب على سؤالك لازم تعرفي الموضوع اللي كنت عاوزك فيه واللي ما هواش غريب. تفضل. انا كنت هطلبك في التليفون واطلب منك تقابليني في الكازينو ده بالذات علشان اقولك دكتورة فكرية تتجوزيني؟ اكيد بتقول عليا مجنون. ليه؟ عشان انا اللي طلبت ايدك. مش عارفة كان موقفي هيبقى ايه لو انت رفضت طلب. السؤال ده بقى بصراحة انت اللي تجاوبي عليه. كنت هجاوب واقول لك انا كنت شايفه فيك فتى احلامي وكان نفسي نبني مستقبلنا سوا. بس يا خساره. خلاص بقى معلش اسمه ونصيب. ولا بس بقول لك ايه احنا كنا هنفضل اصدقاء مش كده؟ وانا برضو مخبول في عقلي علشان اسيب عروسه زيك فيها مواصفات كل اللي انا عاوزه في الست اللي هتجوزها. قلت لوالدتك؟ ان شاء الله باذن الله هقول لها النهارده. وانتي؟ لما اروح هقول له. تفتكري هيقولوا ايه؟ هيقولوا كويس انك لقيتي حد يرضى يتجوزك. وانا ماما هتقول لي كويس قوي انك لقيت واحده ترضى بعيشتك السودا دي. صح. يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض انك لقيتي واحد يرضى يتجوزك. ده مش رضي وبس ده فرح بيا قوي كمان. على خيرة الله. الف مبروك يا فكريه. الله يبارك فيك يا بابا. ومين بقى ده اللي تهفف عقله وطلب ايدك؟ اولا هو راجل كويس قوي وما تهفش في عقله ولا حاجه. ثانيا هو ما طلبش ايدي انا اللي طلبت ايده. فكريه انت جرى لعقلك حاجه؟ طلبت ايده ازاي؟ بتهزر يا ابتسام بتهزر. هو في بنت بتطلب ايد الراجل؟ انا يا بابا انا طلبت ايد سلطان وهو وافق. هو اسمه سلطان ووافق؟ الحمد لله انه وافق. انا كنت حاطه ايدي على قلبي لما وافقش بعدين. ترى ايه بقى يا ماما احنا دلوقتي ما بقيناش في العصر الحجري. خلاص بقى مش معقول يعني ان الراجل هو اللي دايما يطلب ايد الست ويبعت مامته عشان يشوف العروسه وتشد لها الباروكه عشان تشوف شعرها ولا لا وتديها بندقه عشان تكسرها بسنانها عشان تشوف مركبه طقم سنان ولا سنان حقيقي. خلاص بقى العصر ده انتهى. المساله ببساطه ان سلطان عجبني فطلبت ايده. وما قالكيش اديني مهله اسال عليك وعلى اهلك؟ وطلبتي ايده بقى منه هو شخصيا ولا من والده ووالدته؟ لا منه هو شخصيا عشان والده متوفي. ومين سلطان ده بقى؟ دكتور استاذ في كليه العلوم. مش ده اللي كان طلع معاكي في التلفزيون من كام يوم؟ ايوه هو يا بابا. على العموم متشكرين قوي يا ستي ان جيتي تقولي هتتجوزي السلطان. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ابتسام؟ انت اتجننتي؟ هي كمان ما كانتش هتقول لنا؟ لا بس من طريق كلامها ده هوت ممكن تقول انا اتجوزت سلطان امبارح ولا في وسط زحمه الكلام تقول اوه بالحق انا نسيت اقول لكم انا اتجوزت سلطان الجمعه اللي فاتت. يا ماما حرام عليكي بقى كفايه تريقه. اعمل ايه بنات اخر الزمن.
واتفقتوا ان شاء الله تعملوا الخطوبه امتى؟ ولا هتعملوا الفرح على طول؟ مش هنعمل لا خطوبه ولا فرح. نعم، بتقولي ايه؟ بتقولي ايه حضرتك؟ لا خطوبه ولا فرح؟ الخطوبه دي موضه قديمه، فتره كلها زيف ونفاق، وانا وسلطان حفظنا بعض كويس، وافكارنا وطباعنا متفقه مع بعض خالص. ايوه بس الفرح يا فكريه. الفرح المستفيد منه الوحيد المعازيم، بيجوا يتفرجوا على العروسه والعريس وهم قاعدين في الكوشه زي ما يكونوا بيتفرجوا على فاترينا، وبعد كده ياكلوا ويروحوا ويتريقوا. يعني مفيش فرح؟ لا بقى، بنت الوحيده اللي طلعتي بيها من ظهر الدنيا تتجوز سكتي كده اهوت؟ ده كلام يا اخواتي؟ ده كلام حد يقوله يا اخواتي؟ في شرع مين الكلام ده؟ ابني الوحيد اللي طلعت به من الدنيا يتجوز سكتي كده هو من غير لا فرح ولا مغنى ولا معازيم؟ يا ماما الحكايه دي بقت موضه باليه قديمه. وايه هو بقى الجديد؟ انك تتجوز في السر؟ يعني انت متصوره ان الفرح هو اللي هيخلي الناس تعرف ان انا اتجوزت؟ ما تزعليش يا ست، بكره الجرايد كلها تنشر خبر جوازي، انا والدكتوره فكريه مش قليلين في المجتمع. وهي الدكتوره فكريه دي هي العروسه؟ مش هي دي يا واد اللي طلعت معاها في التلفزيون يوم ما كانت الخياطه وشغل التطريز وابصر ايه؟ ايوه، طباعنا واحده وافكارنا واحده. انت هتقول لي ما انا شفت وسمعت افكاركم الواحده دي. ايه رايك بقى؟ مش اختيار صح وعظيم؟ عاوزه بقى تقعدي معاها نص ساعه علشان توعيها زي ما قلتي لي؟ اوعي مين؟ ده هي دي الوحيده اللي في مصر كلها اللي ترضى تتجوزك. والحمد لله رضيت. وهتعزم مين بقى؟ ما اسمهاش هنعزم. كل اللي هيحصل ان اللي هيحضر الفرح حضرتك ووالدها ووالدتها. كويس انكم افتكرتونا وجايين على نفسكوا قوي كده ليه؟ زواج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك. الف مبروك يا دكتور سلطان. بارك الله فيك. مبروك يا عروسه. ميرسي. الف مبروك. شرفتنا يا فضيله الاستاذ. الله يخليك. نستأذن احنا بقى. اتفضل. السلام عليكم ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك. الف 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 مبروك يا عرايس. الله يبارك فيك يا ماما. اخ عايزه زغرت بس الزغروطه مش راضيه تطلع من بقي. ليه بس يا طارق؟ صعبان عليا يا بنتي تتجوزوا بالشكل ده. حد يتجوز الساعه 2 الظهر؟ انت خديجه هانم قدرت تقولي مبروك؟ انا الكلمه مش قادره تطلع من بقي. ليه كده بس يا ماما؟ يعني بتقولي الكلام ده من قلبك؟ طبعا من قلبي. بقى عرايس حلوين زيكم يتجوزوا في عز الظهر؟ ولا معازيم ولا اصحاب؟ اقول ايه لاخواتي؟ ولا بنات خالتك وبنات عمتك يقولوا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، المهم احنا. طب هما يقولوا اللي يقولوه، انما انا اقول ايه في بنتي اللي رفضت ان اكون وكيلها في عقد الجواز؟ ابوك يا فكريه حسه دايما في الدنيا يا بنتي، يقعد يتفرج عليك وانت بتتجوزي؟ ليه ما خليتوش يبقى وكيل عنك؟ وكيل ايه بس يا ماما وانا موجوده؟ وبعدين وكيل دي بقت حاجه قديمه. والله يا جماعه انا سايبكم تتعاجبوا علشان النفوس تصفى، لكن الحمد لله الجواز تم ومبروك عليا وعلى فكريه ولا ايه؟ مبروك يا ابني، ربنا يكتب لكم السعاده. الله يبارك فيك. يلا بقى يلا بقى سمعونا الزغاريت. يا سلام، الفرح موضه قديمه والزغاريت مش موضه قديمه؟ لا هي بصراحة بقى الزغاريت دي موضة قديمة. حيرتونا، أمال عايزين إيه أمال؟ عايزين رضاكم عننا ودعواتكم لينا. الحمد لله إن رضا الوالدين ودعواتهم ما بقوش موضة قديمة. مبروك يا عريس يا كسلان، قمت بدري عشان عندي المحاضرة الأولى النهاردة.
يا تكلمني في الكلية بين 11 ل 10 و11 يا نتقابل في المطعم الساعة 12:30. I love you. صباح الخير. صباح النور. مبروك يا دكتورة فكرية. مبروك. ألف مبروك. على ذلك فيكم تشكر. مبروك يا دكتورة فكرية. مبروك يا دكتورة فكرية. مبروك. مبروك يا دكتورة فكرية. حقيقي مفاجأة جوازك أنت والدكتور سلطان. ولا مفاجأة ولا حاجة، دول الاتنين لايقين على بعض قوي. لولا انه عيب ان انا زغرت في اوضه الاساتذه كنت زغرت. مبروك، حقيقي مبروك. الله يبارك فيكم، متشكره قوي قوي يا جماعه. بس اللي انا مستغربه له حاجتين. ايه هم؟ انك ما عزمتيناش في الفرح، ده العميد زعلان قوي. الدكتور مأمون عنده حق. اولا العريس ابن عمه، ثانيا اتعرفتوا على بعض في بيته، معقول ما تعزموهوش؟ شفتوا بقى ان احنا ما عزمناش حد حتى الدكتور مأمون. ها والحاجة التانية؟ الحاجة التانية انك يوم الصباحية وجاية الكلية. لا وايه؟ المحاضرة الأولى. أيوة، جواز ايه ده بقى اللي يخلي العروسة تقوم الفجرية عشان تروح شغلها؟ جواز القرن 21، ذنبه ايه الشغل يتعطل لمجرد انا والدكتور سلطان اتجوزنا؟ ولا حتى الطلبة ذنبهم ايه يتحرموا من محاضرتين او حتى محاضرة واحدة لمجرد ان استاذتهم اتجوزت؟ مش معقول طبعا، كتير يعني. معاد محاضرتي جات، معلش عن اذنك. انا في حياتي ما شفتش كده ابدا. ممكن يكون جواز سعيد جدا لان افكارهم واحده ومبادئهم واحده. هي صحيح مبادئ وافكار غريبه لكن واحده. غصب عني يا زينب يا اختي، اعمل ايه؟ حكم رايه. حكم رايه يعني ايه؟ ما يحكم رأيه زي ما هو عايز. تطوعيه ليه؟ بقى أنا أختك خالته ما تحضرش جوازه؟ لك حق في كل اللي بتقوليه. فعلا لك حق يا زينب يا أختي في كل اللي بتقوليه. والله يا طنط أنا مكسوفة قوي، كل أصحاب اللي عرفوا يسألوني شكلها إيه عروسة ابن خالتك، معرفش أرد عليهم. أقول لهم إيه؟ ما حضرتش فرح ابن خالتي؟ والله يا رؤية يا بنتي ما كان فرح، دول اتجوزوا في 5 دقايق، يا دوب المأذون قال الكلمتين بتوعه وهم وراه وهم راحوا قايمين على بيتهم. وايه بقى حكاية الغدا اللي الساعة 12 دي كمان؟ عمري ما سمعت عليها. ده انا بفطر الساعة 12:30. اعمل ايه؟ اكل الخواجات. الله، اهم جم الساعة 12 الا 10. هو مش معاه مفتاح للباب؟ صمم يدهولي، قال لي البيت ما بقاش بيتي. ازيك يا ماما؟ اهلا يا سلطان. اهلا يا طعم. اهلا يا ست فكرية، اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. رؤية بنت خالتي. اهلا. هاي هاي. زينب خالتي مامة رؤية. هاي. دكتورة فكرية مراتي. احنا زعلانين منك قوي يا سلطان. انا عارف، بس كان ليكوا حق تزعلوا لو كنت عملت فرح بقى وعزمت معازيم. فرح ومعازيم وكمان ما تعزمناش؟ على العموم الجوازه دي ما تتحسبش. الدكتوره فكريه اول مره تيجي البيت. تعالي يا حبيبتي، تعالي لما افرجك على اوضه جوزك اللي اتولد فيها وتربى فيها لحد ما سافر اوروبا. انا كمان حاجي معاك اتفرج على اوضه النوم الجديده. هي دي بقى اللي انت سبت الدنيا كلها ورحت اتجوزتها؟
يعني انت كنت عاوزاني اتجوز الدنيا كلها واسيبها؟ لا، بس متهيألي كده ان انت كنت كلمتني في الجواز، فاكر؟ امتى؟ قبل ما تسافر بره. اه لا، دي حكايه قديمه قوي، كنا عيال. بس انا وافقت وسافرت انت بعدها على طول، واديك رجعت. فين بقى كلامك عن الجواز؟ جاية تقولي لي الكلام ده بعد يومين بس من جوازي؟ ما انا لا شفتك لما رجعت ولا شفتك لما اتجوزت. على العموم في حاجات كتير قوي اتغيرت بعد ما سافرت، اهمها انت شخصيا. مش ممكن تكون سلطان ابن خالتي اللي انا اتربيت معاه؟ طب ارجوكي بقى، الكلام ده ما منوش فايده دلوقتي. لا ده له فايده ونص. انت فاكر انك هتجرح كرامتي وانساها لك بسهوله؟ خلاص بقى، قفلي على الموضوع ده. تعال هنا، انت رايح فين؟ انت خايف على المدام لا تغير عليك مني؟ احنا ولاد خاله يا استاذ، ولا نسيت دي كمان؟ المدام عاقله جدا وبتثق فيا جدا. انا بقى لا عاقله ولا بثق فيك، وخصوصا بعد ما رجعت من بره انسان تاني. عجبتك الاوضه يا دكتوره فكريه؟ حلوه قوي يا طن. والشقه اللي انتوا فيها دلوقتي ابوك كان واخدها له علشان يتجوز فيها. الساعه بقت 12 و5، اتاخرنا على الغدا قوي، انا متعود الساعه 12. معلش يا دكتور، اتغدى يوم الساعه 12 و5 بدل ما بتبقى الساعه 12. اتفضلوا اتفضلوا، استريحوا، انا هجهز الاكل حالا. اتفضل. رؤية بنت خالتي وزينب خالتي. راوية مش معقول. أنا فضلت واقفة ساكتة، قلت ما أشوف هتعرفني ولا لأ. معقولة ما أعرفكيش؟ أنت صحيح اتغيرت شوية لكن لازم أعرفك طبعًا. عاملة إيه؟ أهو عايشة بربي ابني بعد فؤاد ما. أنا طبعًا عرفت متأخر وما بقتش عارف أعزيكي إزاي. أنت عارفة إن كنتوا عزلته قبل ما أسافر. أنت عارف إن أنت والمرحوم كنتوا دايمًا الروح بالروح. قولي أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ لا عملت حاجات كتير قوي، رجعت واخد الدكتوراه وبشتغل هنا دلوقتي واتجوزت. خواجاية؟ لا مصرياية من هنا. نشوفك ازاي بقى يا راوية؟ بمنتهى البساطة، لو عايز تشوفني تاخد مني العنوان. طب ما تجيبيه؟ قبل ما اديكي العنوان، أنا عازمك النهاردة على العشاء أنت ومراتك. النهاردة؟ لا لا مستحيل. طب ليه؟ لا وقتنا ضيق قوي أنا وفكرية. هي اسمها فكرية؟ أيوه الدكتورة فكرية. طب معقولة بقى ترفض عزومة على العشاء في بيت صديق عمرك فؤاد؟ ما اقدرش طبعا، على العموم هشوف فكرية ظروفها ايه وان شاء الله. اذا كانت ظروفها تسمح يبقى تعالوا عشان تشوفوا شقتنا المتواضعة. ربنا يسهل. وكمان عشان تشوف تامر، ده بقى عمره 8 سنين دلوقتي، شبه المرحوم ابوه بالملي. شوقتيني اشوف. اديني العنوان. انا هديك كارت اهو، في العنوان ونمرة التليفون، يعني ما عندكش حج. لا ان شاء الله نشوف. مع السلامه. مع السلامه. مش انا قابلت راوية مرات فؤاد صديقي اللي توفي وانا في اوروبا؟ اذا انت عمرك ما كلمتني عنه. لا بس ما جاتش فرصة. على فكرة دي عزمانة على العشاء في بيتها. امتى؟ يعني هي قالت اي وقت. ايه رأيك الجمعة يناسبك؟ اوكي الجمعة كويس. اوكي.
مفيش اخبار عن اسم الله عليه سي سلطان. وهتيجي الاخبار منين؟ ده حتى خالتي ما تعرفش عنه حاجه. يا ما انا مفروسه منه يا رقيه. امال انا اعمل ايه يا ماما؟ لا هو انا مفروسه عشان مين يا حبيبتي؟ ما هو عشانك برضه. قولي لي انت ما كلمتيش خالتي؟ كلمتها، قالت انه ما سالهاش ولا ادها خبر، وقالت طبعا الكلمتين اللي بيتقالوا في الاحوال اللي زي دي، الجواز اسمه ونصيب يا زينب، بنتك رؤية عمرها ما هتدور يا حبيبتي، بكره تاخد ست سيدو. هو انا فعلا اخد ست سيدو، بس المساله دخلت في دور كرامه. فاكره يا ماما؟ فاكره؟ فاكره قبل ما يسافر كان دايما يقول لي اوعي يا رؤية، اوعي ارجع الاقيكي مخطوبه ولا متجوزه. ما هو احنا كمان يا رؤية اللي تقلنا عليه قوي اول ما رجع، لا رحنا نسلم عليه ولا نقول له الحمد لله على السلام. انا كنت فاكراه هيرجع من المطار على هنا حتى قبل ما يروح لخالتي. وهو ما رجعش على هنا، وركبك العند وفات شهر واتنين، واسم الله عليه راح خاطب واتجوز ودخل في يوم واحد. طيب يا سلطان، طيب اسمعي يا رقية، انت تنسيه خالص وتلتفتي لنفسك، انت مش هتفضلي عامله زي البيت الواقف عشانه؟ لا يا ماما، انا لسه بحبه، هو بس سرقاه السكينه مع ست الدكتوره بتاعته دي. انت ناويه تعملي ايه؟ ناويه اجرجره، ناوي ارجعه، بس شويه شويه. يا فكريه، فكريه. ايوه يا سلطان. فين شرباتي؟ مش لاقيها. شرباتك؟ هو انا من امتى بعرف طريق شرباتك؟ سالت مسعده؟ البنت دي مهملة جدا يا مسعدة. مسعدة هي جت؟ ايوه جت. مسعدة، مسعدة. نعم. تعالي. نعم يا فندم. فين الشرابات بتاعتي؟ في درج الشرابات، في دولاب سيادتك. فتحت الدرج ما لقيتش فيه ولا شراب. يبقوا لازم في حتة تانية، هروح ادور عليهم، ده انا غسلهم امبارح. البنت دي مهرجلة جدا، النهارده لبست قميصين واضطريت اقلعهم لان الزرار الفوقاني مقطوع. معلش يا سلطان. لا 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 لا، دي ما تنفعش. لا بقول لك ايه، هو في شغالين في البلد؟ دي ماما جابتها لنا بالعافيه. اهو يا فندم. كان فين ده؟ في درج الفوط في المطبخ. يا سلام، بقول لك ايه، بعد كده تحطي كل حاجه في مكانها. حاضر. انا نازله بقى يا سلطان، عايز مني حاجه؟ وزرار القمصان اللي بتتقطع ما بتعمليهاش ليه؟ طب نتقابل بقى في المطعم الساعه 12. باي. شوف يا مسعده، انا ما احبش الهرجله، انا احب النظام جدا، دي اخر فرصه هديها لك. حاضر. اتفضلي. حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه يا تامر ده؟ خليك مكانك. عايزه اشوف، عايزه اشوف عملت ايه. كسرت الطبق، الرز كده دلقته في الارض. اتفضل اتفضل على اوضتك، مش عايزه اسمع صوتك، امشي من قدامي. يا ربي اعمل ايه بس، ضيوف جايين والمنظر. يا ربي يوسف، يا ربي اعمل ايه. اهلا وسهلا. اهلا. معقوله الساعه 7 بالظبط؟ امال انت كنت فاكراني بهزر؟ دكتوره فكريه مراتي، مدام راويه، مرات اعز صديق لي المرحوم فؤاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضل. اتفضلوا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. انا اسفه قوي، اصل تامر ابني كل حاجه يرميها في كل حته، والثانيه واحده مش هتاخر عليكم. يا ريحة الطبيخ مالية الشقة. تعرف دي أكتر حاجة بقى تخليني مش طايقة أحط الأكل في بقي. بس أنا شامم ريحة بخور. الزهر حاولت تضيع ريحة الأكل بالبخور. الله، بقالي سنين ما شمتش روحة البخور الحلو ده. تعالى يا تامر، تعالى يا حبيبي،
سلم على طنط فكريه. اهلا اهلا بك. بالادب يا ولد. وسلم على حمو سلطان. تعال يا حبيبي تعال. قول لي بقى يا تامر، انت شاطر في المدرسه ولا لا؟ طبعا. شايفني ايه يعني؟ ايه يا تامر، هو انت ما عندكش مدرسه بكره ولا ايه؟ صحي لحد دلوقتي؟ هو السبت بيبقى اجازه؟ لا، عنده مدرسه بكره، بس هو لما عرف ان عمو سلطان جاي وقد ايه كان صاحب المرحوم بابا صمم انه يستنى. بقولك ايه يا عمو سلطان، انا عايزك تحكي لي حاجات كتير قوي عن بابا. طبعا طبعا يا حبيبي. اوه، 7:07. يا خبر، انا اتاخرت عليكم. انا عارفه ان انتوا بتحبوا تتعشوا بدري. اتفضلوا اتفضلوا. يلا حبيبي اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اتفضلوا. اتفضلوا. معقوله كل الاكل ده علشاننا؟ يا سلام، هو انا يعني كان هيجيني اعز منكو؟ بس ده كتير قوي. كله بالهنا والشفا، الخير كتير والحمد لله. ايه ده، معقوله فله بالخته واللوم؟ قصدي فته بالخل والتوم. وايه ده كمان؟ ايه ده، ملوخيه وبالارانب. بتكلمي مين؟ شايفاكي ساكتة. بكلم البيه بس محدش بيرد. الزهر خرجوا يتعشوا برا. خرجوا يتعشوا برا؟ ليه؟ هي الساعة كام دلوقت؟ هايوه، نسيت ان دول بيتعشوا بعد المغرب على طول. لكن كنت بتطلبيه ليه؟ ولا حاجة، هبتدي اشغله. ما بلاش يا رؤية، هتخربي عليه. ما تنسيش انه يبقى ابن خالتك. وهو كان افتكر ان انا بنت خالته لما عمل فيا اللي عمله. شاب وقعد 4 سنين في اوروبا، غيروا افكاره. يا ريت تنسى انه يبقى ابن اختي. وعيب علينا قوي ان احنا نضربه على ايده ونقول له سيب مراتك وتعالى اتجوز رؤية. وليه ما نقولوش اتجوز رؤية وبعدين يبقى سيب مراتك؟ اوه اوه، معقولة يا مدام رؤية اللي عملتيه فينا ده؟ ده انا اكلت اكل. ده الف هنا وشفا. بس بيتهيألي ان الدكتورة فكرية اكلي ما عجبهاش. لا بالعكس، اكلك جميل جدا، بس الحقيقة انا كنت شبعانة. وبمناسبة الحلو، ايه الحلو؟ لا بقى، ده مفاجأة. انا عارف اقول لكم ايه 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 ايه. ام علي الله، دي وحشاني بشكل، والله ما شفتها بقالي كتير، قصدي ما اكلتهاش بقالي كتير. تاخدي حته؟ لا لا لا، احسن عشان اكلها لوحدي. طب على بال ما تاكل ام علي، تحب تشرب بقى شاي ولا قهوه؟ لا، افضل مياه غازيه عشان الهضم. طب والدكتوره فكريه تحب تشرب ايه؟ انا اشرب نسكافيه، ولا اقول لك خليها كابتشينو او كافي اولي. ها؟ لا، خليها نسكافيه بقى، هي دي الحاجه الوحيده اللي فهمتها من الحاجات اللي قلتيهم دول. عن اذنكم. بقول ايه يا فكريه، مش واجب برضو نشكر راوية؟ نشكر راوية؟ على ايه؟ على المغص الكلوي اللي جابتهولي من الفتة بتاعتها دي اللي كلها سمنة وتوم وبصل. ياي، لا مش مهم المغص الكلوي، بس الواجب يحتم علينا اننا نشكرها. طيب حاضر، هشكرها وهعزمها كمان على العشاء، بس مش هنا، بره. ايه ده؟ ايه الهمجية دي؟ هي مسعدة فين؟ روح. هاي، الحقيني يا ست الدكتورة، الحقيني يا ست الدكتورة في عرضك، الحقيني. ايه يا فهيمة، في ايه؟ جوزي طايق يا ست الدكتورة، مد ايده عليا ضربني. ايه؟ ضربك؟ ضربك ليه؟ الراجل الناقص
علي. يتجوز عليكي معقولة دي؟ تعال هنا يا عم طه. انت صحيح اتجوزت على فهيمة؟ ايوه يا ست الدكتور. ايوه يا ست الدكتورة، وكمان بتقول ايوه كده بكل بجاحة. وانكر ليه؟ الشارع مدينا أربعة. صحيح أربعة؟ بقى ده جزاءها، خدماك وشايفة طلباتك وشايلاك جوا عينيها، تقوم تتجوز عليها؟ طب احضرنا انت يا ست الدكتور. لما مراتك طول النهار سايباك ومش شايفة طلباتك، تتجوز عليه ولا لا؟ طب هي سايباك ومش شايفة طلباتك ليه؟ ما انا الحق عليا برضه. قلت بس عليه فتحت كشك سجاير وحطيت قدام منه تلاجة كازوزي، سايباني طول النهار وقاعدة في الكشك. لا خلاص مش بتشتغل؟ طيب وطلباتي؟ واللقمة لازم تعملها لي، أنا بطني اتهرت يا ست الدكتورة من أكل السردين والسلمون. طب هي ليه ما توفقش ما بين شغل البيت ووقفة الكشك؟ مش قادرة، دي هدمتي بتغسلها لي بالعافية. تقوم تضربها وتتجوز عليها؟ أما أنت صحيح راجل متوحش. خلاص أنا مش قاعدة يا ست الدكتورة تاني، خلاص. ما معلش يا فهيمة، هدي نفسك، يلا انزلي اقعدي في اوضتك وما تسيبيهاش. يلا يلا روحي. كده ابقى غلطانة يا دكتور. تعالى هنا يا عم طه، بقول لك ايه، يلا انزل صالحها، يلا خلي عندك اصل. يلا حاضر يا ست الدكتور. حاضر. انت عارف لو حكموني على راجل زي عم طه ده انا كنت حكمت عليه بالاعدام. معلش، ما هو ما انت ما تعرفيش ظروفه، اصل الراجل دايما يحب ان الست بتاعته تعمل له كل حاجه، خصوصا في طبقه البوابين دي. ها ما قالكيش يا خديجه يا اختي هو كان عايزك في ايه؟ لا والله، قال لي موضوع مهم وخلاص. قلت له ده زينب اختي ورؤية هيكونوا عندي، قال لي احسن برضو عشان يسمعوا الكلام اللي انا عاوزك فيه. ما قالكيش الموضوع خاص بايه؟ يعني بيه هو مثلا، بيا انا ب... لا ما قالش. انا هفتح. اهلا، ازيك يا ريري؟ ريري؟ ريري دي مين؟ انا؟ طبعا انت. انت ناسه اني كنت بدلعك زمان واقولك يا ريري مساء الخير عليكم. مساء الخير يا سلطان. شغلتنا. ايه موضوع ايه اللي كنت عايز والدتك فيه؟ استنوا عليا بس لما اقعد شويه واخد نفسي. اعمل لك عصير فراوله؟ يا ريت، بس تعمليه انت بايدك وتصبيه بايدك. عينيا. ها يا سلطان، موضوع ايه اللي انت عايزني فيه؟ استني يا ماما، مستعجلة على رزقك ليه؟ لازم مستني لما رؤية تيجي. صح، لازم رؤية تبقى موجودة معانا. يا رؤية اتفضل. متشكر. هو الموضوع خاص بجواز ولا حاجة؟ يا سلام عليك يا خالتي، والله انت بتقري افكاري. الله تسلم ايدك يا رؤية. اهي رؤية جت. جواز مين؟ جوازك انت يا جميل. انا؟ انا اتجوز يا ولد؟ ايوه. انتي مش كده يا رؤية؟ انت اتجننت يا سلطان؟ هي اختي خديجة بتتجوز؟ لا انت اكيد بتهزر، بس هزار سخيف شوية. جرالكوا ايه يا جماعة؟ كلكوا طلعتوا فيا لهيتوني كده ليه؟ ايوه تتجوز. ايوه يا ماما يا حبيبتي تتجوزي. انت شقيتي وتعبتي لغايه ما ربيتيني بعد ماما ما توفى، والحمد لله انا بقيت كويس، اخدت الدكتوراه واتجوزت. يبقى انت تتجوزي وتريحي نفسك وتمتعي نفسك. يلا دور لي على عريس. موجود كمان. يا سلطان بطل الهزار بتاعك ده بقى وكلمنا جد شويه. جواز مين اللي عايز تكلمنا فيه؟ انا مش بهزر يا خالتي، انا بتكلم في منتهى الجد. فعلا فيه راجل محترم اتقدم لي علشان يتجوز ماما، وبصراحه الراجل ده انا شايف فعلا انه مناسب ليها في كل حاجه. عارفين الراجل ده يبقى مين؟ عبد التواب سعفان جارنا القديم.
حبيبتي واقف سعفان. خديجة تعالي جوه شوية أنا عايزاكي. إيه يا ريري؟ مالك؟ إيه الرضا ده كله؟ بقالك كتير ما كنتش لطيف معايا كده. وما بقاش لطيف معاكي ليه؟ مش أنتي بنت خالتي؟ لكن إيه رأيك أنتي في جواز ماما؟ بصراحة أنا ما عنديش مانع. برافو عليكي، عقبالك بقى يا ستي. أنا مش باين. لا ده باين وباين وباين. إيه جايب لي عريس أنا كمان؟ بصراحة بس لسه قدام شوية. يعني إيه قدام شوية؟ يعني هو الحقيقة عنده شوية مشاكل كده صعبة، إنما هيحلها ويتقدم لك على طول. أعرفه؟ والله يعني لا 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 يا زينب يا شيخة. قلت إيه يا ماما؟ قلت إيه في إيه؟ أنا أتجوز في السن ده؟ وماله السن ده؟ أنا كنت لسه بقولها كده جوه دلوقتي. أكبر منك وبيتجوزوا يا خديجة. صح، هتسألي رؤي؟ فعلا يا خالتي أكبر منك وبيتجوزوا. إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا أتجوز على أبوك يا سلطان؟ أيوة أنت تتجوزي على أبويا يا سلطان. إذا كان هو اتجوز عليك وهو عايش ما تتجوزيش عليه أنت وهو ميت؟ يا خديجة أنت بقيتي وحدانية، عايزة اللي ينوسك. صح يا خالتي، وأنا شايف بقى إن أمكن عبتواب سعفان بصراحة ده أحسن ونس، وأنا حاسس كده إن العيلة بتاعتنا فيها شوية أفراح جايين اليومين دول. يلا يا خديجة وافقي على خيرة الله. خلاص يا سلطان وافقت. الله استني بس يا زينب، وافقت ده إيه؟ طبعا موافقة. الله يلا يا سلطان. ها كلنا موافقين. وافقت يا ماما؟ أقول مبروك. اللي تشوفه يا سلطان. على خيرة الله. شوف بقى يا خالتي، أنا ليا طلب مهم جدا عندك. إيه تاني؟ عاوز أعمل لمامي والأنكل عبتواب سعفان حتة فرح بقى ما حصلش، فرح من بتوع زمان القبهة والزفة بقى على السلالم العريضة، وتمختاري يا حلوة يا زينة يا وردة من جواك. يا واد اختشي بقى يا واد انت. الله اختشي. جرالك ايه يا سلطان؟ مش دي الافكار القديمة اللي انت كنت عايز تسافر اوروبا تنساها ورجعت تكرهها؟ لا 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 كرهها ده ايه، هو في احلى واحسن من الافكار دي؟ ده عايز نتزف واقعد في الكوشة؟ لا ده انت اتجننت رسمي يا سلطان. وتمختاري يا حلوه يا زينه يا ورده من جوه جنينه. انا مذهوله من اللي بيحصل ده. اوعى ابتسامة محمود تعمليها وتمشي في زفه زي دي. بعد الشر عليك، انا هفضل مخسرك طول عمري. مبروك يا دكتوره. ميرسي. الف مبروك يا دكتوره فكري. اهلا 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 يا راويه حبيبتي، اتفضلي. عقبال ابنك تامر. في حياتك ان شاء الله. امال فين الدكتور سلطان؟ اهو قاعد هناك عند الكوشه هناك. اروح ابارك له.
فين سندوتشات الفول بتاعتي اللي انا عاملها بايدي وحاططها جوه البوتاجاز؟ ده انا رميتها. رميتيها ليه؟ مين قالك ترميها؟ الدكتور هي اللي قالت لي ارميها. طب ما قلتلهاش ان انا جايب الفول وعامله بايديا وحاطه في البوتاجاز؟ قلت لها انا شايفه حضرتك جايب الفول وبتعمل السندوتشات، قالت لي برضه ارميها. برضه ارميها. ايه يا سلطان؟ ايه صوتك جايب للشارع ليه؟ اللي خلاك يا هانم ترمي الفول بتاعي اللي انا عامله بايديا وحطه في البوتاجاز؟ ما جتش ليه يا سلطان المطعم؟ مش انت تسيبني اتغدى لوحدي؟ ما انا اتغديت. اتغديت؟ واتغديت فين؟ اتغديت مطرح ما اتغديت. هو الله يا عال ده اسلوب جديد، بس انا من حقي اعرف جوزي بيتغدى فين. ومن ساعه ما اتجوزنا يا هانم ليه ما استعملتيش الحق ده؟ كون ان انا ما بستعملوش مش معنى كده اني فقدته. وانا من حقي اتغدى برا المطعم كل كام يوم. ايوه طبعا من حقك، انا ما قلتش حاجه، بس انت اتغديت فين؟ عند مامتك العروسه؟ لا، عند خالتي زينب. ما انا قلت كده برضو. بس بقولك ايه، احب اصحح لك الجمله، انت مش اتغديت عند خالتك، انت اتغديت عند بنت خالتك رؤية. على فكره انا مش نايمه على وداني. نايمه على ودانها ازاي؟ فرشه ودانها ونايم عليها؟ سلطان اتغير قوي يا ماما. اتغير ازاي؟ ما انتم الاثنين على شكل واحد. اتغير ازاي؟ بقى زينا يعني؟ مش عارفه، كل يوم والتاني بيتغدى عند خالته. شيء طبيعي، لان خديجه هاني مغرقانه في شهر العسل، وطبعا مش فاضيه له. ورؤيه بنت خالته دي انا مش مستريحه لها، حاسه كده زي ما يكون في حاجه. كويس انك انت بتعرفي تغيري. يبقى انت كمان اتغيرتي، زعلانه ليه بقى؟ مش عارفة، أفكاره بقت غريبة، بيطلب مني أرتب له قمصانه في الدولاب، ومش عايز مساعدة تمد إيدها في هدومه. لا وإيه؟ تخيلي من كام يوم بيقول لي أنتِ ليه ما بتطبخيش؟ يا ألف نهار أبيض، عقبال ما تبقي طبيعية زيه. أيوة بس يا ماما، أنتِ عارفة إن أنا ما عنديش حد أفضفض له، ماليش صديقة. ومالكيش صديقة ليه؟ لاني طبعك ما لاقمش حد عاقل. بس انا رؤية بنت خالته دي مش هسكت الا ما اعرف ايه سرها. هيكون ايه يعني سرها؟ ما هي بنت خالته قدامه من زمان، ولو كان عايزها ايه اللي هيحوشه؟ عقلي يا فكريه وشوفي جوزك عايز ايه واعمله له. مش عارفه ايه اللي حصل، ما كانش في اتنين متفقين في افكارهم زينا. اتفاق على الغلط، ولما واحد من الاثنين ربنا رجعه للصح لازم التاني يلحق قبل فوات الاوان. الو دكتوره فكريه؟ لا انا واحده مخلصه ليكي. مبروك جوزك اتجوز عليكي. هدفع نص عمري واشوف وشها شكله ايه دلوقتي. دكتورة فكرية، أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا وسهلا. أنا آسفة إني جيت لك من غير ميعاد. يا خبر، ده البيت بيتك. أهلا وسهلا. راوية أنا ماليش أصدقاء، ممكن نبقى أصدقاء؟ ده شيء يشرفني. إيه ده؟ أنت بتعيط يا دكتورة؟ راوية أنا في أزمة، أزمة كبيرة قوي، ومش لاقي حد أتكلم معاه، فكرت فيكي، معرفش ليه. ده شرف كبير ليا إنك تفكري فيا. سلطان يا راوية،
ماله؟ اتجوز علي. ما عرفتيش مين؟ لا ما عرفتش، بس انا شاكه في واحده، بس مش متاكده. اترزغنتو. سلطان.